بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 29 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء وسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات ومع أسئلتكم. حياكم الله وبارك. هذا سائل يقول: يا شيخ، ما المراد بالآية ومن المخاطب بها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على عبادة ربه إلى أن يأتيه الموت. اليقين المراد به هنا الموت، فيه دليل على أنه ليس لعمل المسلم نهاية حتى يأتيه الموت، تبلغ روحه الغرغرة، حينئذ ينتهي وقت العمل وينتهي وقت التوبة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: يا شيخ، ما أثر الإخلاص في حياة المسلم وذلك في المعاملات والعبادات، وهل تصح الأعمال بدون الإخلاص؟ الإخلاص في العبادات، أما المعاملات فلا تحتاج إلى إخلاص، تحتاج إلى الصدق. معاملات تحتاج إلى الصدق، عدم الكذب والخديعة، وأما العبادات فهي التي تشترط لها النية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول هذا الشاب: الشيخ صالح، في بداية زواجي جامعت زوجتي في نهار رمضان واستمريت على ذلك مع أنني صمت ذلك اليوم، هل علي كفارة وماذا يلزمني بعد أن مضت هذه السنوات؟ نعم، عليك كفارة، عليك أولا قضاء اليوم الذي جامعت فيه، ثانيا عليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تجد فإن لم تقدر فإنك تطعم 60 مسكينا. نعم. يقول: ما معنى حديث مطل الغني ظلم؟ مطل الغني أي القادر على تسديد الدين، ومماطلته هو عدم الالتزام بوفاء الدين الذي عليه عند حلول أجله، فيجب الوفاء بالدين والمبادرة بذلك. يحل مطر الغني الواجد يعني، أما المعسر فهذا يجب إنظاره وإن كان ذو عسرة، نظيرة إلى ميسر، أما الغني فلا يمهل لأنه لا عذر له، وتأخره عن السداد هذا مطل وهو ظلم، وهذا الظلم يحل عرضه بالشكاية عند القاضي أو عند الحاكم، فيقول: فلان أكل حقي، فلان ظلمني. وهذه غيبة لكنها مباحة، لأنه لا يتوصل إلى الحق إلا بذلك. حل عرضه وعقوبته بالحبس، عرضه بالشكاية إلى الحاكم ووصفه بالمطل والظلم، وعقوبته حبسه حتى يسدد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، ورد حديث: استووا فإني أراكم من خلفي أو من وراء ظهري. نعم، الحديث على ظاهره وحقيقته، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبصر من خلفه، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما الفضل المترتب على من حقق التوحيد؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد تصفيته من الشرك ومن الشرك الأصغر والأكبر ومن البدع ومن المعاصي. نعم. هذا يسأل: يا شيخ، عن الشفاعة، ما المراد بها؟ وهل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة هي الوساطة، هي الوساطة في قضاء الحاجة عند من عنده حوائج الناس، فتشفع عنده لصاحب الحاجة أن يقضي حاجته، وفي ذلك فضل عظيم. من يشفع شفاعة حسنة، قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها، يعني نصيب
منها، وذلك بالأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة الحسنة. أما الشفاعة السيئة التي تعين المبطل على مماطلته وعلى فعله القبيح، هذه شفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة فكن له كفل منها، أي نصيب منها، وعليه وزر عظيم. نعم يا شيخ. يقول: ما الفرق بين بيع التورق وبيع العينة وأمثلة على ذلك؟ بيع التورق الذي يقصد منه الحصول على الورق وهو النقد، هذا بيع التورق، وهذا لا بأس به. بيع التورق لا بأس به، أن تبيع سلعة على محتاج إليها بثمن من الورق أي من الفضة، بيع التورق. بيع العينة أن تبيع سلعة بثمن مؤجل ثم تشتريها منه، هذا محرم، لا يجوز. إذا بعت سلعة بثمن مؤجل لا يجوز أن تشتريها ممن بعتها عليه دينا، أن تشتريها بأقل من ثمنها، بل يبيعها على غيرك إذا احتاج إلى بيعها. نعم. ما الحكمة يقول في الذهاب لصلاة العيد، أن تذهب من طريق وترجع مع آخر؟ الحكمة ليكثر شهادة البقاع لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إذا ذهب لصلاة العيد من طريق فإنه يرجع من طريق آخر لتشهد له البقاع. نعم. إعطاء زكاة مالي لأختي الفقيرة، هل لي في ذلك أجر؟ نعم، الصدقة على القريب المحتاج عن صدقتين، صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: أبو عبد الله، أوقات النهي عن الصلاة هل هي خاصة بالفريضة أم بالنافلة؟ كلاهما. الفريضة تصلى في كل وقت، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الفريضة تصلى في كل وقت حينما تذكرها أو تتمكن من أدائها ولا تؤخرها. أما النافلة فهي التي لا تصلى في أوقات النهي، وذلك بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وبعد صلاة العصر إلى أن تتضيف، يعني تقرب الشمس من الغروب، أيضا تتوقف حتى يتم الغروب، خمسة أوقات للنهي لا يصلى فيها صلاة النافلة. نعم. يقول: في قدمي تورم من جراء عملية للقلب، ويشق علي الوضوء، وتشق علي القيام، يشق علي القيام للصلاة، فأجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في غرفتي. نعم، صل على حسب استطاعتك، صل على حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلي في غرفتك إذا لم تستطع الذهاب إلى المسجد، وتصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا رجلاك إلى القبلة. ذلك المريض يجمع إذا احتاج إلى الجمع، يجمع إذا احتاج إلى الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. طهارة الثوب يا شيخ من النجاسة كيف تتم؟ هل يعني الغسل بالبخار يجزي؟ يغسلها حتى يزول أثرها، لا لون ولا طعم ولا رائحة، فإذا زال أثر النجاسة من الثوب فقد زالت. نعم. يقول: أنا أسكن في شقة ولي جار مؤذي لي، هل صبري عليه لي أجر في ذلك؟ نعم، الصبر على أذى الجار فيه أجر، تقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذا فيه أجر عظيم. نعم. يسأل عن فضل العشر الأخيرة من رمضان وعشر ذي الحجة، هل هما في الأجر سواء؟ قال العلماء: ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يا شيخ عن المراد بالماء الطاهر والماء الطهور. الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، والطهور هو الطاهر في نفسه الذي يطهر غيره، هكذا تعبير الفقهاء، ولكن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، ويدخل الطاهر في قسم الطهور. نعم. يقول: هل ورد يا شيخ بأن الصبر نصف الإيمان؟ نعم، الصبر نصف الإيمان، قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر واليقين. نعم. بعض العامة يقول: كمل نصف دينك وهو الزواج، هل لهذا أصل؟ إيه نعم، تأكد الزواج على من خاف على نفسه من الوقوع في الحرام، يجب عليه ذلك إذا كان يقدر على الزواج.
الزواج. إذا كان لا يقدر على الزواج فإنه يصوم، لأنه الصوم يذهب الشهوة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. يا شيخ، يردد بعض الناس: اذكروا محاسن موتاكم، هل هذا حديث؟ نعم، الميت يمسك عنه ولا يذكر بشيء إلا أنه إذا كان مسلما يدعى له، يكثر له من الدعاء، يدعى له بالمغفرة بالرحمة، أما ذكر مساوئه فهذا لا يجوز. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، في أي موطن وموقف قال هذا الحديث؟ في حجة الوداع. ما حج صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلا حجة الوداع، وهي آخر عمره، ولهذا سميت حجة الوداع، لأنه ما عاش بعدها إلا أياما يسيرة، لا شهرين وزيادة أيام، ثم توفاه الله، ولذلك سميت حجة الوداع. إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. أحسن الله إليكم، بعض أئمة المساجد عند دخول رمضان يردد: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نعم، هذا ورد في حديث سلمان المرفوع، ولكن الحديث فيه ضعف. وسمعت الشيخ بن باز رحمه الله يقول: كل رمضان كذلك، كله تجتمع فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار في كل لياليه. نعم. عندما يدعو الإنسان، هل لابد أن يكون على وضوء أو يدعو في أي وقت؟ لا يشترط الوضوء للدعاء، يدعو وهو على غير وضوء، يدعو وهو متوضي، والدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. نعم. جزاك الله خير شيخ. المقصود بلباس الشهرة، ما المراد به؟ اللباس الذي يخالف البلد، يخالف لباس البلد المباح. إذا كان أهل البلد على لباس مباح وخالفهم في ذلك فلبس لباسا يخالف لباسهم، فهذا لباس الشهرة. نعم. يقول في الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، هذا بيان اليوم الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني طلوع الفجر، تحققوا من طلوع الفجر الثاني، ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. أخيرا الأخت مرام تقول: إذا طهرت النفساء قبل 40 هل تصوم وتصلي أم لا؟ نعم، يجب عليها أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل 40، يجب عليها أن تغتسل وأن تصوم رمضان وأن تصلي الفرائض. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، بارك الله فيكم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات مع أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.